صباحكم سعيد. اليوم جبت لكم كيفاش نحيدو هاد ستيلو او لا الحبر الجاف. كاين اللي كيقول ايوه حتى تقدر تكون تحيدو بشي مادة. انا اليوم غنبين لكم كاين هاد كيسموه هنا في المغرب، هذا كيسموه هنا في المغرب الصابون البلدي، صابون البلدي ماشي قاصح، هاو صابون البلدي، هاو صابون البلدي. شويه قطرات ماء نفزك هاد البلاصه مزيان، نفزكها ونحط عليها شويه الصابون البلدي. صابون البلدي ما عرفتش انا في دول اخرى اش كيقولوا ليه، المهم صابون البلدي عندنا حنايا. ندير واحد هكذا هكذا ونديرو على هاد المكان هكا، ندير ليه هكا، ندير فريكه شويه هكا وغنخليه واحد الوقت، شويه الوقت عاد غادي نفركو بين يديا. نخليه شويه الوقت هكذا عاد غنفركو بين يديا هكا، ها هو غنخليه هكذا دوز تقريبا ربع ساعة هكذاك وغادي نحكو بين ايديا. غنبدا نبدا نحكو بين صباعي، نبدا نحك شوية بين صباعي كي هكذا. الطراس باقي شويه الطراس هنا لكن نحكو بين يديا، مبقاش كيبان هاهو. الله يهديهم الدراري كيديرو لي طاش في البليز ديالهم لي بلوز كيبقى النورة، ولكن الحمد لله كاين وسائل باش يحيد. أنا ما خليتوش ربع ساعة، خليتوش تتقد مزيان، حنا غنشلوه دابا. باش نشوفو النتيجة مشاو لي طراس الحمد لله. صافي دابا نبقى غنشلو صافي.